هشام صالح الواحدي من أصحاب الهمم إعاقة بصرية، مدقق برايل في إدارة رعاية المكفوفين بمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم. أرى أن مستقبلي في مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم مستقبل واعد، ذلك أن المؤسسة توفر لأصحاب الهمم الوظائف التي تتناسب مع قدراتهم وإمكانياتهم، وتعمل على تمكينهم، كذلك تعمل على تطويع وتكييف البيئة الفيزيائية والافتراضية بما يتناسب مع احتياجاتهم وقدراتهم. أنا اسمي عادل الهاشمي، أنا إعاقتي سمعية. أنا التحقت بالعديد من دورات التخصص في مجال التصوير الإعلامي واستفدت منها الشيء الكثير. معكم أحمد سلمان، موظف في مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم. في البداية اليوم إذا بنتكلم عن الدعم اللي تقدمه دولة الإمارات لأصحاب الهمم، الدعم طبعاً لا محدود. شكراً مؤسسة زايد العليا لتهيئتها الجو العام لأصحاب الهمم في المؤسسة.